بيعرف معنى هالكلمة؟ أكيد ما حدا بيعرف. أنا رح أقلكم. الطموح هو ذلك الحلم الذي يحلم الإنسان به ويسعى إلى تحقيقه ويفعل ما بوسعه أيضاً للوصول إليه. إنه عنوان الإنسان وطريقه، وأنا اخترت هذا العنوان تحديداً حتى نبتدي في لقائنا الأول كوني مدرسة جديدة عليكم، وبدي أعرف كل واحد منكم من خلال طموحه. مفهوم؟ مفهوم. طالعوا دفاتركن لشوف. كل واحد فيكن يكتب لي بأول سطر من أول صفحة اسمه. لحظة، ما خلصت كلامي. بالسطر الثاني كل واحد فيكن بيكتب لي المهنة اللي بيتمنى إنه يشتغل فيها بالمستقبل. طبيب، مهندس، مدرس، أي مهنة بيحلم فيها بالمستقبل. معكن بس 5 دقايق وبتسلموا الأوراق. بلشوا.
إياد وزير. بدك تصير وزير يا سلام؟ نعم عاصي. برافو عليك. وليش اخترت هالمهنة يا ابني؟ مثل بابا عاصي. سفولو لكي أعالج الناس من الأمراض. سفقوله. سنة. نعم أنسي. محامية؟ نعم. ليش اخترتي هالمهنة يا بنتي؟ لكي أدافع عن حقوق الفقراء والمحتاجين بلا مصاري. برافو عليكي. صف أولى. نبيل. نبيل. نايم يا ابني؟ عقوبة لك. ما رح اقرا لك ورقتك. لا تسفوله. شادي. نعم انسى. شوفير سوزوكي يا ابني؟ نعم. شو هالطموح هاد؟ مثل الوالد انسى. ايه الله يخليكم لبعض. اللي بده يصفق له. مين سعيد؟ انا. شو كاتب بالدفتر ولا؟ كاتب اني بدي اصير. خلص ولا خلص كتبتها وبدك تحكيها كمان. ابن مين انت ولا ابوك؟ شو بيشتغل ولا موظف؟ انسى موظف. موظف وين ولا؟ مديرة الكهرباء. موظف بمديرية الكهرباء وبدك تحلم كمان؟ يخرب بيتك من حالك. ايه انا بفرجيك. امشي معي على الاداره. لك انسى ما كان قصدي اني اسالك انسى. ولا كلمه ولا كلمة. امشي. عسى بس كلمة بس كلمة. ولا حرف قدامي. وقعي قدامي. لك هي مصيبة يا وصال. صار لي أكثر من 5 سنين مدير بهالمدرسة. بعمره بحياته ما صار معي هيك شيء. طبعا ما رح يصير معك هيك شيء لأنه ولا واحد ولا واحد من أساتذتك المحترمين فكر مرة واحدة بس يسأل طلابه عن طموحاتهم. المهم وين الولد هلا؟ واقف برا قدام الباب. فضلت اني اجيبه معي لهون. قلت افضل ما يصير احتكاك بينه وبين الطلبه لانه مثل ما بتعرف هيك احتكاك مع رفقاته ممكن يولد عندهم طموحات واحلام ما لها طعمه. معك حق يا وصال. عفرم عليكي. انت رفيقه نبيها يا وصال. نعم استاذ. سايد عندك؟ ايه استاذ. جيب لك اياه. ما بدي اشوف خلقته كلها. تاخده هلا وبتحطه بالمستودع وبتوقف على باب المستودع. ممنوع اي طالب من الطلاب يقرب منه او يحكي معه حرف واحد. مفهوم؟ الله يستر عرضك استاذ. اذا الولد مسلول لاحقه شي جرثومه شي مرض خلينا نبعته على بيت اهله. والله بيكون احسن. لك لا معه مرض ولا معه شي. لك ليش بدكم تحجروا عليه؟ لك شو لك على يا اخي؟ انت الله معك تحرر. اي حاضر حاضر استاذ.
والعمل هلا؟ يا رفيق وصال، يعني انت كنت ضروريه تساليهم كل واحد شو بيطلع بالمستقبل؟ يا اخي يطلعوا شو ما طلعوا، نحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلنا يا رفيق؟ شلون شو دخلنا؟ هذا بدال ما تشكرني اني اكتشفت لك هيك طموح قبل ما يتفشى بين طلابك ويتحول الى ظاهره ما نستطيع الحد منها. ارجوك يا رفيق وصال لا تفهميني غلط، بالعكس انا سريت منك كثير. هذا الاكتشاف الفظيع راح يحطنا في ورطه، يعني اذا سكتنا عنه مشكله واذا خبرنا عنه مشكله كبيره. هدي هدي استاذ، انا من رايي نستدعي ولي امره. ايه نستدعي ولي امره حتى نعرف منه جديه طموح ابنه. جديه ابنه؟ لك مو انا خايف انه يطلع الموضوع جد؟ ساعتها لابد من اخبار الجهات المعنيه. معك حق يا رفيق وصال. الو مرحبا يا ام نظمي، الله يرضى عليك يعطيني رقم ولي امره للطالب سائد ملوحي بسرعه. الله يرضى عليك. والله امرك عجيب يا ابو سائد، انا اكون مكانك ما بسكت ما بسكت. ليش بقى؟ شلون ليش بقى؟ إيه انت اقدم واكثر واحد عندنا كفؤ بهالدائره، ومع ذلك جابوا محمود وسلموه رئيس دائره بدل منا. اخي سلموا مين ما بدهم مو مشكله. شلون مو مشكله؟ ما صلوا موظف عنا غير سنة زمان شبنا. لك اخي لو ما كان شايفينه كفؤ ما كان سلموا رئيس الدائره. الله يرضى عليك. فهمنا بقى ابو سائد فهمنا بقى. انا وانت وكل الموظفين بنعرف انه لولا واسطه المدير بعمره ما كان وصل. يصطفلو لك عمي يصطفلو، اساسا انا كل عمري ما احب المناصب. ايه بس فرق كبير بين انك تكون مجرد موظف عادي وبين انك تكون رئيس دائره. لا سيدي نفس الشيء. شلون نفس الشيء؟ حتى الراتب بيفرق؟ مو كتير. خلصنا بقى ابو سائد، والله انك بتجيبها للشلطه. انا ما اكون مطرحك بقوم الدنيا وما بقعدها. دخيلك يعني وعلى شو؟ بالنهاية نحن كلياتنا موظفين عند الحكومة وهذا هو المهم. يعني ما راح تحرك شيء بالقصة؟ ولا بحكي حرف نهائيا. اساسا انا بكل حياتي في كان عندي شعار دائما بكرره، اترك كل شيء على ما هو عليه. الو اهلين استاذ مروان. اهلا خير. شوفي شلون؟ كيف يعني ما بيحكي على التليفون؟ ليكون ولد عمل له شيء شغله مصيبه يا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب حاضر مسافه الطريق يكون عندك استاذ. الله مع السلامه. خير ابو سعد؟ شوفي مدير المدرسه اللي فيها ابني. الهم بالعاده يطلبوه؟ لا والله اول مره. الله يستر. عند اذنك. مع السلامه. زكاتك اذا بتقدم لي يعني اجازه ساعيه بعرف يعني ما حلوه يزعل مني سياده المدير الجديد. قول كلام غير هالكلام. الله يوفقك يا حضرة المدير. يا ريت يا ابو سعيد يا ريت، بس هذا اللي صار وهذا اللي سواه ابنك. مو ابني، هذا مو ابني. لك شلون مو ابنك؟ قصدي انه يعني مو ابني بفكر هيك افكار او بيطمح هيك طموحات يا سيدي. هذا اللي بعتنا وراك مشان نعرفه. تعرفوا شو يا انسه؟ شو؟ شلون وصل هيك طموح لابنك سعيد؟ والله ما بعرف، ماني علم. يا اخوان نحن جماعه معترين وما لنا علاقه بهيك شغلات. لك يعني الولد هيك من راسه خطر له هالخاطر؟ إلا ما يكون سمعان كلمة هيك ولا هيك من هون ولا من هون. مو مني مو مني، الله وكيلكم يا سيدي، لا مني ولا من أمه. لا تبلونا الله يرضى عليك يا سيدي. يا جماعة نحن ناس غشمة وما لنا علاقة بشي، ما بنفهم شي. لك أنا لفظ ما بعرف ألفظها بنوم بقى. أنا مستغرب كيف حكاها. لك يا ريت لو كان حاكيها حكي كانت بتترجم بتتدبر بتتلفلف. شوف شوف بعينك شو كاتب. يلقي يا سيدي استروا علينا الله يستر. والله يا ابو سائد الطبيعي بهيك حالات انه نخبر، كونه انه هيك نوع من القضايا مو من اختصاصنا. الله يسترك بلاها، انت بتعرفني منيح، حضرتك بتعرفني تمام. في مره دعيتونا لمجلس اولياء الامور وما اجيت اول واحد ورحت اخر واحد. بضميرك في مره سمعت صوتي؟ الا بتشوفني دائما عم اهز راسي بالموافقه لكل القرارات اللي بتتخذوها حضرتكم. اصلا ليش ارفض؟ ما هي قرارات ممتازه. أنا لهالسبب استدعيتك يا أبو سائد قبل أن أتخذ أي إجراءات بحق المتهم، قصدي التلميذ. اللي بتطلبه أنا خدامك يا سيدي. جرم وجرم، اللحم إلكن والعظم إلنا، بس الله يخليك لا تخبروا حدا. وشو بيضمن لي إنه هيك حادثة ما تتكرر؟ عندي عندي أستاذ،
اسمحوا له يغيب اسبوع، اسبوع واحد وبس. اي والله لرجعوا لعندكم جحش ما يعرف الخمسه من الطمسه. يعني رح تطالع هالفكره من راسه؟ مو بس الفكره يا انسي، مو بس الفكره، انا رح طالع كل شيء من مخه، كل شيء. بعتقد هيك شغله ممكن تكون صعبه على ولد طموح مثل ابنك. بيعتقد هو انه هيك طموح ممكن يميزه عن رفقاته. يا سيدي اعطوني مهل، اعطوني مهل اللي طلبتها منكم، واكيد رح ساويه مثله مثل غيره. يعني لا طموح ولا دراب سخن، يعني رح رجع مواطن، مواطن عادي مثله مثلي تمام، يعني مثل حضاراتكم، وما يختلف عن اي واحد قيد انمله. ماشي يا ابو سعيد، نحن رح نعطيك الفرصه، بس تاكد اذا ما تاكدنا من خلاء ابنك التام من هيك طموحات رح نطرده من المدرسه. لا مو من هالمدرسه وبس، من كل مدارس القطر. ضروري ضروري كثير كثير يا ابو سعيد. حاكم هي النوعيه اذا تعلمت واخذت شهادات بتصير بتخوف. اي والله كله من تحت راسي، كله من تحت راسي. خليني ربي هالولد على كيفي. لا ما كنتي تقبلي بعدي عن اخوانه المثقفين. معلش معلش بيتعلم منهم. وخاله هذا تشي جيفارا اللي ما بحب حكيه بنوب بنوب، معلش الواحد بيسمع كثير وقليل. شرفي هي هي النتيجة. ولك نحن طول عمرنا عايشين ولا حدا جاب سيرتنا لا منيح ولا بقبيح، ولك نمشي بالشارع لا حدا بينتبه علينا ولا حدا بيلتكش فينا لحتى يجي هالنص فرنك يغير لنا حياتنا. بس مو الذنب علي، الذنب اللي عم بيحطه بالمدارس. ولك نحن خرج تعليم، نحن إيه عليم الله ما خرجنا غير نمشي ورا الغنم ونلم من قفاه. كرمال الله يا ابو سعيد اللي بدك يا ساوي، بس المدرسه لا، خليك كمل تعليمه ببوس ايدك. ولك اذا لساته بطول الفتيش عم يطمح انه يطلع لي، اعوذ بالله. بقى كيف اذا اخذ بكالوريا؟ لك ما بيقعد بيتحبك بنوب يا ابو سعيد؟ طيب ولده غلط يعني شو؟ ولك هي غلطه هي، ولك هي مصيبه. ولك صار عمري اكثر من 40 سنه بحياتي ما سمعتها قال طموح قال. ولك لا انا ولا ابي ولا جدي ولا جد جدي بيعرفوها، بقى منين طلع لي فيها الارض ما بعرف. بجوز يكون سمعانها من التلفزيون، من شي محطة من هالمحطات. قليل شو عم يساووا برامج تبع الاتجاه اللي بالمقلوب والكلمات المتحررة والرأي الثاني والرأي الأولاني. لك شو بعرفني؟ ماشي الحال، من بكرة من بكرة بدها تتشفر كل الفضائيات لشوف لشوفني بدها تتسرب على بيتي هيك طموحات. الكلب. مرحبا يا رجب. علي أبو سايل، شو؟ بلاقي جايب الريسيفر معك. ايه اذا سمحت اترك من ايدك وتعال لعندي شوف شو طلبي. بعرف طلبك حبيبي، بعرفه. اكيد سمعت عن هذا الكرت اللي بفك التشفير وجاي بدك تركب واحد مثله. لا مو لهذا السبب. ايه هات لنشوف. شايفه هالريسيفر؟ ايه. اخي بدي اياك تشفر لي كل المحطات اللي بتحكي بالسياسي. اوف، وليش بقى؟ هيك مرة حتى شبه الجزيرة؟ هاي أول وحدة بتمليها. طيب والإي أم أم؟ أخي كلهم بتحط لياهن مع جنب، وحتى محطات الفيديو كليب بتملياهن، لأنه حاكم المطربين كمان صاروا بده يحكوا بالسياسة. على هالحالة يا أبو سائد رح تطير كل شي عربي. يا سيدي بيكون أحسن. طيب والأجنبيات؟ لا لا هدول خلي لياهن، لأن بالأصل ما رح حدا يفهم عليهم. عليك ابو سعيد، فوت احكي معه كلمتين. الولد من وقت ما حبسته لهلا هو قاعد وصفنان، ايه ما عاد طلع حسه. راح احكي، راح احكي واحكي. انا قصدا هيك عامل فيه لحتى يصفى ذهنه ويسمع ويفهم اللي بدي اقول له اياه. كون ساويت لك قهوه. لا قهوه ما بدي، واصلا ما بتفوت القهوه لهون على البيت مره تانية ولا بحطها بتمي. يو وشو دخل القهوه كمان؟ يا اختي بتذكرني بالمثقفين على قهوه ساده وقهوه على الريحه، ما بدي. مو مشاننا يا ابو سعيد، مشان الضيوف على القليله. يا ستي من شربون كازوز توت شامي يلا على القهوه وساعتها شاي.
تكون زعلان مني وماري خبر؟ لا يا أبي أنا ماني زعلان منك. آه معناته معترف بغلطك. أنا شو غلطي يا أبي؟ أي شي يا أبي، أي شي. لازم تحط هالفكرة براسك وتحفرها حفر وما تنساها كل عمرك وحياتك. أي شي بيساوي البني آدم بيختلف عن الشي اللي بيساويه الناس بيكون غلط، وأي فكرة بتخطر على راسه للبني آدم ما بتخطر على راسه للناس كمان بتكون غلط. وهي المطامح والتميز ومدري شو من هالكلمات اللي عم تسمعها من هون ولا هون تنساها وبتشل إياها من مخك نهائيا. أيوة كل الناس مثل بعضهم، واللي صححنا اليوم يمكن ما يصححنا بكرة. منضل منحمد الله ونشكره على كل شيء وما دخلنا بحدا بنوب. وهالطاولة هي شايفها؟ هي إذا ما حدا قالك حركها لهني بتتركها محلها، حتى لو كنت عم تتفركش فيها بالروحة وتتعتر فيها بالرجعة. وليكن شعارك خلي كل شيء على ما هو عليه. وكل ما الناس حواليك وطوا صوتهم انت وطي صوتك أكتر، لأن الصوت العالي بيحرك الشياطين بابا. والناس حواليك كل ما صغروا أكتر وكشوا أكتر انت صغار أكتر وكش أكتر، لأنه هذا هو التميز وهذا لازم يكون طموحنا كلياتنا بابا. وإذا حدا سألنا منقول له ما بنعرف، وإذا حدا طلبنا منقول له ما دخلنا، وإذا جار علينا الزمان نقول جار على اللي قبلنا، وإذا سكرت بوشك كل الدروب والطرقات يا سيدي بتحمل حالك وبترجع وبلاها السفرة من أصله. يا سيدي نحن ما لنا أحسن من حدا لحتى نتميز عنه؟ لا يا سيدي كل الناس أحسن مننا. لازم من اليوم ورايح تحس حالك أرنب. شو بقول أرنب؟ مين شو بيشكي؟ حلو الأرنب بابا. يعني مشي الحال؟ مشي. أصبح خليه يروح بكرة على المدرسة. لا ما بيجوز، أنا اتفقت مع حضرة المدير على أسبوع غياب. يعني إذا الولد تحسن قبل أسبوع ما بترجعه؟ طبعا ما برجعه إلا لحتى يصير نسخة طب الأصل عني. مو أنا مثله الأعلى، بده يصير مثل حكايتي تمام. وهالحكي اللي حكيته يا لازم يسمعه كل يوم الصبح والظهر وعشية، ولازم ما يسمع حكي تاني غيرنا، ولازم ما يشوف حدا غيرنا، وأي شغل بيكون بالبيت موجود شغلية حتى لو كان في معه شوية زل لا يمنع ذلك. خلي نفسيته تتكسر تتحطم، بدي روحه تنمعس معس. يعني خلص شال الأفكار من راسه؟ لا 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 لا، هو ما عاد يفكر من أصله. وقصة الطموح ما طموح؟ لا لا ما عاد في هيك عليكم صدي نهائيا، لا طموح ولا بطيخ. صار هيك بدي قلكن هيك مواطن عادي، مواطن ممتاز هيك مثله مثل غيره. أبدا بس أنا ما بقدر فوته على صفي قبل ما أختبره. حقك حقك يا سيدتي، اعتبريه فقر مخبر بين إيديك. وينه هلا؟ وينه؟ برا برا ملطوع مثل الخرقة. سائد عندك؟ إيه نعم ليكو أستاذ. خلي يفوت لشوف. تعبي تعفوت. قرب لهون حبيبي قرب لهون. شلونك يا سائد؟ مثل كل هنا. اشتقت للمدرسة؟ عادي. حابب تفوت على الصف يا سائد؟ بتفوتوني بفوت، ما بتفوتوني ما بفوت، أنا خدام للطيبين. رح نفوتها بس بعد ما تعبينا هالورقة. تعال خدها ولا يلا حبيبي عود على هالكرسي واكتب لي شو حابب تكون بالمستقبل. يلا حبيبي يلا. هات هالورقة لشوف. لك شو كتب؟ ما كتب شي. هاتي لشوف. لك بلاقي ما كتبت شي اصلا استاذ. اوف وليش بقى؟ لاني ما بدي يصير شي. شلون يعني ما بدك تصير شي؟ ما في براسك شي محدد؟ لا استاذ، لانه راسي فاضي مثل الورقة اللي قدامه. سي روح يا ابني روح على صفك. لك الله يحميك الله يحميك يا حق. الله يحفظك. روح حبيبي روح روح. ولا تفاجئ الناس. ابو سائد انا بهنيك.